بلش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كالجسد الواحد، شكى عضو شكى سائر الأعضاء بالمرض والحمى. نعلن نحن أحرار قرية خوين كبير عن تشكيل كتيبة من جميع عشائر البدو، وسميناها كتيبة الصخور الصحراء. نقسم بالله العظيم أن ندافع بكل قوتنا عن شعبنا السوري الأعزل وحماية المظاهرات السلمية في سوريا، وتطهير أرضنا من حبيبة من رجس الاحتلال الأسدي الذي بغى في الأرض مفسدا فسادا وتخريبا وانتهاكا للأعراض وسلب الأموال. ونحن سنكون تحت قيادة جيشنا الحر، والله على ما نقول شهيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.